من أجل المساكين والمحتاجين والفقراء الذين لا يستطيعون مواجهة متطلبات الحياة الكثيرة وتأمينها، وخاصة الطعام، وجد هذا البراد الذي بات يعرف ببراد الخير في منطقة الأعظمية ببغداد. والله شوف هاي المبادرة، لأن كثرة يعني العطال بطالة كثرة، فقر كثار، يعني هاي من الناس الطيبين الخيرين، يعني يسدون حاجة الجوعان، يسدون حاجة الفقير، يسدون حاجة المسكين، يعني كثر في هذا الزمان. والله نطلب من الطيبين الخيرين كثرة مثل هاي الشغلات، إن شاء الله لهم الجنة إن شاء الله. فكرة براد الخير رعاها شباب من الأعظمية، وتقوم على مساعدة ميسوري الحال للمحتاجين من خلال وضعهم الأطعمة والأجبان والخضروات والفواكه بكافة أشكالها وأصنافها في البراد بعد تغليفها وترتيبها بشكل مناسب ليستفيد منها الفقراء. كلش مبادرة لطيفة وحلوة، يعني تجي من القلب هاي، وتفرح المحتاج وتفرح الطفل وتفرح الأم وتفرح، يعني العالم حلو بهيك يوم هذا الفضيل، يسوي أشياء كلش صغيرة، يعني كلش عند رب العالمين كبيرة حيل اللي يفتهم. وهذا رمضان يعني يعرف الفقير والزنقين عن هيك أيام هاي حلوة، خاطر يحس بي جوعان عطشان عنده وما عنده يحس بي، وهالمبادرة كلش حلوة من أهل الأعظمية، يعني ترفع الراس. ويرغب مؤسسو براد الخير بتوسيع مشروعهم لإفادة عدد أكبر من المحتاجين، ويأمل هؤلاء بالحصول على مساعدة القائمين على المطاعم والأفراح ومجالس العزاء من خلال تزويدهم بالأغذية الفائضة للاستفادة منها بتقديمها بعد تهيئتها وترتيبها لكل من يحتاج. رسالتنا أنه على الغني أن لا يزاحم الفقير في هذه البرادات، هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أن يعني نتمنى، وخصوصا بعد أن انتشرت هذه البرادات في بعض المناطق، بدأت الفكرة تأخذ رواجا شيئا فشيئا، نتمنى أن نراها في كل المحافظات وفي كل مدن العراق إن شاء الله. وتعتبر مبادرة براد الخير التي بات انتشارها واسعا في المدينة وغيرها من المدن في المحافظات تجسيدا لتكاتف وتعاضد العراقيين في مواجهة البطالة والفقر والحاجة والظروف المعيشية السيئة التي باتت أبرز صفات المجتمع العراقي.